بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، فضل العلماء العاملين على الجهال والمتعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. ما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فضل العلم وفضل العلماء. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وإن العلم هو ميراث الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم هو الفقه بالدين، العلم هو الفقه بالدين والفهم الذي يؤتيه الله من يشاء، وليس العلم بكثرة الكتب أو كثرة المطالعة أو كثرة الفهم، وإنما هو فهم يؤتيه الله من يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فتح غير فقيه. العلم إنما هو فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده، وذلك بتدبر كلام الله عز وجل وتدبر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك حسب القواعد العلمية المعروفة للاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية. العلم لا يأتي عبوا ولا بدون تعب ولا بدون كد، وإنما العلم يأتي بالتعلم والجلوس إلى العلماء وتلقي العلم عن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون ليكفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقل العلماء، يقل الفقهاء ويكثر القراء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يقبض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فالعلم مهمة عظيمة وهو ميراث الأنبياء، وهو لا يحصل بدون كد ولا تعب وبدون طلب وبدون تلقي عن العلم من أهله ومصادره الصحيحة. وإننا في زمان اختلط فيه الأمر، فكثر الذين يقرؤون الكتب ويحفظون الأحاديث ولكن ليس عندهم فهم، وإنما يتطفلون على العلم ويفتون بغير فهم وبغير روية فيضلون ويضلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب على المسلم أن يأخذ دينه عن أهل العلم المعروفين به، أهل العلم والتقوى الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ربما يكون هناك عالم ضال يضل الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. قال عليه الصلاة والسلام: أخشى على أمتي منافقا عليم اللسان يجادل في القرآن. فالعلم ظاهر وباطن، ليس ظاهرا فقط على اللسان وإنما هو ظاهر وباطن. خشية الله سبحانه وتعالى معرفة الله. وأما من يكون علمه على لسانه فقط وهو لا يخشى الله عز وجل، فهذا يكون من الأئمة المضلين، فعلينا أن نحذر منهم وأن لا نغتر بما عندهم من علم اللسان. وكذلك وأشد خطرا أخذ العلم عن المتعالمين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء والفقهاء، وإنما تلقوه عن أنفسهم وفهمهم وكتبهم، وهم لا يعرفون شيئاً، لا يعرفون شيئاً من مصادر العلم وقواعد العلم التي تعب العلماء في تحقيقها وتدقيقها ودونوها في كتبهم. هذا لا يكلف نفسه، فلا يذهب إلى العلماء ولا يجالسهم، وإنما يعتمد على نفسه وعلى فهمه ويبني على غير أساس. لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لا يعرف المطلق من المقيد، لا يعرف المطلق من المقيد، لا يعرف المجمل والمفصل، لا يعرف من العلم إلا ظاهرا، فيأخذ منه بطرف ويترك أطرافا كثيرة. ولا شك أن العلم ترابط بعضه ببعض، فالقرآن يبشر بعضه بعضا وينسخ بعضه بعضا، والسنة كذلك يبشر بعضها بعضا ويبشر القرآن وينسخ بعضها بعضا. ربما يكون الحديث مكذوبا موضوعا أو ضعيفا وهو لا يدري، أو يعتمد على تصحيحه هو وتضعيفه هو دون رجوع إلى أهل العلم العارفين بقواعد العلم وقواعد ومصادره. فهذا خطر عظيم قد كثر في هذا الزمان، وابتلي المسلمون بأمثال هؤلاء المتعالمين الذين يصدرون الفتاوى ويصدرون البيانات في أمور هامة لو حصلت في عهد عمر رضي الله عنه
لجمع لها المهاجرين والأنصار واستشارهم فيها. هؤلاء يصدرون الأحكام في الأمور العامة العظيمة البصيرية، ثم يضللون الناس ويوقعون الناس في الخطر، ويحصل بسبب ذلك سوء الفهم وارتباك، ويحصل بذلك تفرق واختلاف، ويحصل بذلك من الشر ما الله به عليم. إن خطر هؤلاء المتعالمين وخطر العلماء الضالين أعظم الأخطار. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ العلم عما هب ودب، ولكن لا تأخذ العلم إلا عن أهله الذين استشهدهم الله مع ملائكته في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هؤلاء هم المرجع الذين يرجع إليهم في الأمور المهمة والمشكلات المدلهمة، ولا يرجع إلى أنصاف المتعلمين والمتعالمين والعلماء الضالين. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا الأمر مهم وعظيم جدا، لأن العلم اليوم أصبح كما ترون قل من يوثق بعلمه، وقل من يوثق بتقواه وعمله إلا من رحم الله. وكثر الكلام والقيل والقال، كثرت الفتاوى من غير علم ومن غير بصيرة، كثر الذين يتصدرون بالمجالس ويدعون العلم وليس عندهم من العلم حبة خردل، وإنما هي دعوة. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. الواجب التثبت في هذه الأمور والرجوع إلى العلم الصحيح وإلى العلماء الذين رسخت أقدامهم في العلم ورسخت عقولهم. حتى حدثاء الأسنان ولو كان عندهم علم لا يعتمد عليهم، وإنما يعتمد على الرجال الذين ثبتت أقدامهم في العلم والرأي والحكمة، فيصدر عنهم في الأمور المهمة العامة التي تتعلق بشأن الأمة ومصيرها. إننا في هذا الزمان كما ترون كل ما حدثت فتنة تصدر لها من المتعالمين وأنصاف المتعلمين من يحللونها ويفتون بها ويوجهون الناس على غير بصيرة وعلى غير علم، فحصل التخبط وحصلت الإشكالات الكثيرة وتفرق الناس. هذا يتبع رأي فلان وهذا يتبع رأي فلان، وهذا يذهب إلى علان وهذا كذا، دون رجوع إلى مصادر العلم وأهل العلم الذين يزنون الأمور وينزلون الوقائع على أحكامها الصحيحة، ولا يتعجلون فيها إلا بعد دراسة وبعد تمحيص وبعد تشاور وبعد رأي حصيف، ثم بعد ذلك يصدرون ما وجههم الله إليه ووفقهم إليه وإن كان متباطئا. يسيء كثير من هؤلاء الظن بالعلماء، لماذا لم يتكلموا؟ لماذا لم يقولوا؟ لماذا لم يفتوا؟ هل العلماء
أوراق تعبث بها الرياح. العلماء يتثبتون، العلماء يدرسون المشاكل، يجمعون المعلومات، يقابلون بينها، ينظرون في العواقب، ينظرون ماذا يترتب على ما يصدر منهم من أقوال أو بيانات أو فتاوات، ثم بعد ذلك يصدرون ما وفقهم الله له. أما هؤلاء الرعاع، كل واحد منهم يجلس ويصدر الفتاوى ويصدر القرارات والبيانات، ثم يتفرق الناس عن رأي فلان وعلان، وربما يؤول الأمر إلى الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى. إنك لو سألت واحدا أو جماعة من هؤلاء المتعالمين أين درست وعمن تلقيت العلم، لقال لك إنه لم يدرس ولم يتلقى العلم عن العلماء، وإنما يقرأ في الكتب ويصدر الأحكام بناء على فهمه وعلى رأيه من غير قواعد شرعية وأمور مرعية يتمشى عليها العلماء. فهل مثل هذا يصلح أن يؤخذ برأيه؟ لكن سيقوم لرأيه فتنة ويقول لرأيه شر. وبعض من يفتون في الفضائيات، وما أدراك ما الفضائيات، وفي شبكات الإنترنت أغلبهم جهال لا يعرفون شيئا من أحكام الله ويتكلمون من شرع الله بغير علم، وبعضهم علماء ضالون في عقيدتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم، ويلتمسون للناس الرخص والمخارج التي يخرجون بها عن الأحكام الشرعية. هكذا كثير منهم يتلمسون للناس المخارج التي تخرجهم من أحكام الله، وهذا ضلال مبين وخطر عظيم. فعلينا أيها المسلمون، علينا أن نتثبت في الأمور، علينا أن لا نغتر بأقوال هؤلاء وهؤلاء، وإنما نرجع إلى المصادر العلمية الموثوقة، ونأخذ بما يصدر عنها. ولا نقول إنهم معصومون، لكنهم اجتهدوا وأبدوا اجتهادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا بالذي يحسن الاجتهاد، الذي تعلم قواعد العلم ومصادر الشريعة وأتقنها حتى أصبح من أهل الاجتهاد والنظر. أما المبتدئ، أما المتعالم، فهذا ليس من أهل الاجتهاد، وهو مخطئ على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب. الله جل وعلا حذر من القول عليه بغير علم، قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن العلماء يتحرزون من الإفتاء إلا عند الضرورة، أما هؤلاء فهم يتسابقون إلى الإفتاء، يتسابقون إلى الإفتاء،
لأنهم ليس عندهم علم بالخطر الذي يترتب على فتوى. أما أهل العلم الراسخ فإنهم يتهيبون الفتوى ولا يقدمون عليها إلا عند الضرورة، ويتدافعونها، يدفع بعضهم إلى بعض، اسأل فلانا اسأل فلانا، فإذا لم يوجد من يفتي غيرهم فإنهم يجتهدون ويتحرزون ويقولون بما يحتاطون به لأنفسهم ولغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبت المسلمين على دينهم، وأن يبارك لهم في علمائهم، وأن يكفيهم شر المتعالمين والعلماء الضالين. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة من شد شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء، وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه الخير والصلاح لهم ولرعيتهم ولبلادهم. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.